For the circuit in figure, find I of t for t greater than 0. ففي هذا السؤال المطلوب هو إيجاد I of t المال في المحاثة 2 هنري عند التايم أكبر من صفر عندما يكون المفتاح الكهربائي في حالة أنه open circuit. فنفس ما نعرف أنه في حالة أنه يكون المفتاح open circuit راح تكون الدائرة الحالية عبارة عن free source RL circuit. فبالتالي التيار المال بالمحاثة نستطيع التعبير عنه بهذا الشكل أنه I of T راح يساوي لنا I not في exponential minus T over tau، حيث أنه الـ I not ما هو إلا التيار المار بالمحاثة عند التايم equal to 0، والـ tau ما هو إلا ثابت الزمن يساوي لنا L على الـ R. فحاليا أنه نحتاج نحل الدائرة في الفترة الأولى الزمنية اللي هي حالة أنه T يكون أقل من صفر، هذه الفترة الأولى من أجل إيجاد الـ I not. ففي حالة أنه T أقل من صفر راح يكون المفتاح الكهربائي كما موضح بالشكل راح يكون عبارة عن closed circuit، فنقدر نرسم الدائرة راح تصبح بهذا الشكل. فعندنا حاليا عبارة عن المقاومة 24 أوم، إضافة إلى أنه عندنا مصدر للتيار قيمته 15 أمبير، وأيضا المفتاح الكهربائي يكون كلوز سيركت، وأيضا عندنا هنا 12 أوم والثمانية أوم، 8 أوم وأيضا الخمسة أوم. والمحاثة في حالة وجود مصدر دي سي راح يكون عبارة عن شورت سيركت، فنقدر هنا راح يكون عبارة عن شورت سيركت وننزل باقي الأجزاء الدائرة فراح تصبح بهذا الشكل. فنلاحظ أنه الآي نوت اللي مو بالمحاثة راح يكون مكانه في هذا المكان، هذا هو الآي نوت، آي نوت. فلإيجاد الآي نوت نلاحظ أنه التيار المار من المصدر 15 أمبير راح يتقسم بهذا الشكل. إذا سمينا هذا التيار بهذا الجزء عبارة عن الـ IX، فنلاحظ أنه الـ IX راح يتقسم في الـ 12 أوم وأيضا في الـ 8 أوم. ففي حالة أنه الـ 12 أوم راح التيار راح يختار هذا الطريق باعتبار أنه شورت سيركت، وأيضا التيار اللي مر بـ 8 أوم راح يختار هذا الطريق باعتبار أنه شورت سيركت. فبالتالي أي تيار ما راح يمر بالمقاومة 5 أوم، فبالتالي نقدر أنه نرفع الخمسة أوم لأنه راح يكون ما إلها وجود في الدائرة أو ما إلها تأثير، فبالتالي راح تنرفع من الدائرة بتأثير الشورت سيركت اللي صار منه من استبدال المحاثة بالشورت سيركت بسبب وجود الدي سي كرنت سورس. فبالتالي أصبحت الدائرة بهذا الشكل. فحاليا لإيجاد الآي نوت نحتاج أنه نجد الآي إكس، الآي إكس نحتاج نجد هنا هذا الفرع اللي هو نقدر نسميه عبارة عن الآر إكس. فالآر إكس ما هو إلا مقاومتين مربوطات على التوازي عبارة عن 12 في 8 على 12 زائدا 8 راح يطلع لنا عبارة عن 4.8 أوم. فالآن نستطيع إيجاد الـ IX. الـ IX عبارة عن قيمة المصدر التيار اللي هو 15 أمبير في المقاومة البعيدة اللي هي قيمتها 24 أوم على 24 زائدا الـ RX اللي قيمتها 4.8. فنستطيع الآن إيجاد قيمة الـ IX. الـ IX راح يكون قيمته عبارة عن 12.5 أمبير.
هاي بالنسبة إلى قيمة الـ IX. نفس ما ذكرنا أنه الآن هو المطلوب أنه إيجاد الـ I نوت اللي كان يمر في المحاثة. فالـ I نوت، فبما أنه الآن أصبح الـ IX معلوم، إذن الـ I نوت راح يكون ما هو إلا قيمة الـ IX كمجزأ تيار في المقاومة البعيدة اللي هي قيمتها 8 على 8 زائدا 12. فراح يطلع انه بعد ما نعوض انه الـ I نوت راح يكون قيمة الـ IX 12.5 في 8 على 8 زائدا 12 راح يساوي لنا عبارة عن 5 أمبير. إذن الآن استطعنا أنه من إيجاد قيمة الـ I نوت واستنتجنا قيمتها عبارة عن 5 أمبير. طبعا بسبب أنه الـ I عند الـ 0 نيجاتيف عند الـ time 0 نيجاتيف يساوي لنا الـ I عند الـ time 0، لأن التيار لا يتغير آنيا في المحاثة، فبالتالي نستطيع أنه إيجاد قيمة الـ I عند الزيرو عبارة ما هي إلا قيمة الـ I نوت ويساوي لنا 5 أمبير. فحاليا المتبقي الوحيد من معادلة الكرنت اللي هو قيمة التاو، فنحتاج الآن ننتقل إلى الفترة الزمنية الأخرى اللي هي for t greater than 0. فلو نلاحظ أنه المفتاح الكهربائي يكون open circuit، فالمتبقي من الدائرة نستطيع رسمه بهذا الشكل عبارة عن 12 أوم ومربوطة على الطرف الآخر 8 أوم، هاي 8 أوم، وأيضا مقاومة 5 أوم، وهنا عندنا شورت سيركت، وأيضا هنا المحاثة اللي راح نستبدلها بأوبن سيركت من أجل إيجاد قيمة الـ R، أو نقدر نسميها الـ R equivalent أو الثيفنن ريزيستنس المنظورة عبر طرفي المحاثة. فمن أجل إيجاد طبعا ثابت الزمن اللي هو يساوي لنا L على الـ R. فحاليا نكتب ثابت الزمن، ثابت الزمن ما هو إلا تاو يساوي لنا L على الـ R equivalent. فالـ R equivalent إذا نلاحظ من الدائرة عبارة عن مقاومتين مربوطات على التوالي، وعلى التوازي مربوطات مع المقاومة 5 أوم. فبالتالي هنا نستطيع أنه نكتب R equivalent عبارة عن 12 زائد 8 على التوازي مع الخمسة، راح يساوي لنا القيمة عبارة عن 4 أوم. فالآن التاو راح يكون الإيال اللي قيمتها 2 هنمي على الأربعة راح يساوي لنا نص سكند. فالآن نستطيع كتابة المعادلة الواصفة للكرنت وهو المطلوب في هذا السؤال، إنه I of T راح يساوي لنا I نوت في exponential minus T على التاو، وراح يساوي لنا I نوت قيمته هنا 5 أمبير في exponential minus تي على التاو، التاو عبارة عن نصف، نستطيع أن نرفعه للأعلى فيصير ناقص 2 تي. هذا هو الـ I of T أمبير.